قصة مثيرة حصلت في مدينة أطفيح في الجيزة. تعالوا معنا نعرف إزاي مباحث أطفيح نجحت إن هي تحرر ابن التاجر السري من خطافين كانوا طالبين فدية كبيرة من باباه، وكل ده في 24 ساعة بس. في مدينة أطفيح جنوب محافظة الجيزة عاشت إحدى العائلات السرية لحظات من الرعب والقلق، وده حصل لما جالهم خبر اختطاف ابنهم أحمد اللي عنده 12 سنة من قدام بيتهم. بس الرعب والقلق ده ما طولش، وده لأن الأب على طول بلغ مركز الشرطة باختطاف ابنه. وفور تلقي البلاغ رجال الشرطة في المركز على طول شكلت فريق بحث متخصص لمتابعة القضية، وبدأت مباحث أطفيح في تنفيذ خطة بحث محكمة، وركزت الجهود على فحص خط سير الطفل أحمد من خلال تتبع كاميرات المراقبة اللي كانت بتغطي المنطقة. وكاميرات المراقبة كان ليها مفعول السر، وهي كانت مفتاح حل القضية ولعبت دور كبير في جمع المعلومات اللازمة. ومن خلال التحريات الدقيقة اكتشفت قوات الأمن ان الطفل اتعرض للخطف من قبل مجموعة من الأشخاص اللي كانوا طمعانين في فلوس والد الطفل. المجرمين الخطافين دول كانوا بيخططوا ان هم يطلبوا فدية 2 مليون جنيه، وهو مبلغ كبير، بس بفضل يقظة فريق البحث وسرعة تحركهم ومن خلال المعلومات اللي جمعها الفريق تمكنت مباحث أطفيح من القبض على المتهمين قبل ما ان هم يتمكنوا من الاتصال بوالد الطفل وطلب الفدية. وتم وضع خطة محكمة لتحرير الطفل، وكانت الخطوة الاولى هي عدم منح الخطافين فرصة للتواصل مع الاسرة وطلب فلوس منهم. وكانت العمليات بتتطلب درجة عالية من السرية والسرعة لتجنب اي تسريبات تؤدي لتعقيد العملية. وبفضل الاستراتيجية المحكمة تمكنت مباحث اطفيح من القبض على الخطافين قبل من هم يتمكنوا من تنفيذ خطتهم بالكامل. واللحظة اللي تم فيها تحرير الطفل أحمد من يد الخطافين كانت لحظة مؤثرة جدا، وفرحة الأب والأم كانت ما تتوصفش لما تم إعادة الطفل لأحضان أسرته في حالة جيدة، وده اللي خلاهم سعداء وأعطاهم أمل جديد. وتم تحرير محضر بالواقع وجرى إحالة المتهمين للنيابة العامة اللي تولت التحقيقات. العملية دي نموذج ناجح للتنسيق والتعاون بين مختلف جهات الأمن، وده بيبرز كفاءة في مواجهة الجرائم وإنقاذ الأرواح. الواقعة دي بتثبت إن مباحث أطفيح ومختلف أجهزة الأمن في مصر بتعمل بكفاءة عالية وكمان بسرعة.